ترى احنا ما احنا خدم. انا عسكري متقاعد. كم سنه صار لي متقاعد؟ من 2004. ايش عشنا عليه؟ كم سنه صار لنا؟ دش السوق ب 200. اذا طلع مخباتك دينار سلم لي عليه. شنو بقى؟ 60 تساومونا على 60 وعلى 80 وعلى 100 و120. اللي بيعطي العطايا رب العباد هو اللي يعطي، والغني غني الله. ما احنا الشعب غني، عندنا خير، بس لكن خيرنا وين راح؟ حق اللي حوالينا. الدينار اذا طلع من الجيب حق ولدك تقول يا حسافه، واذا طلع حق الغريب قلت يا هلا. واقول 60 و70 الله غانينا عنها، اهم شيء الصحه والعافيه، تسوى الدنيا وما فيها. مو 60 ساومني على 60 و70 و80، ساومني على العقل. تبي حكي نواخذه ولا حكي مال الوقت اللي الحين يساومني على 60 دينار 80 دينار؟ شقينا شقينا وتعبنا يا خي حق غيرنا صفينا. هذه الكلمه الحلوه اللي اقولها من قلبي وحرقه قلب. صفينا حق غيرنا نشقي، وهذا وغيرنا ياخذ حلالنا. النفط نفطنا والارض ارضنا، ايش بقى بعد؟ الارض ارضنا هذه وهذا نفطنا، الله معطينا اياه. وليش ما نعطي شعبنا؟ ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ رفه رفه مثل ما غيرك رفه. حاط لي المباركيه بنيه تحتيه، ماكو شنو، ماكو امور كثيره ما نبي نتكلم. اقول الله يرحمك يا ابو سالم، يوم يطلع الشعب يقول يا ابو سالم عطنا سلاح واحنا نحارب وانت ارتاح.